اكثر الرجل حتى يمكن المنصفين، لانه الرجال اكثر بالتجوال في مركباتهم، الرجال اكثر نسبه من المراه في قياده المركبه. في بعض النساء تكون مسافات بعيده بين منطقه ومنطقه، قريبه بين منطقه ومنطقه عند قياده المركبه، عكس الرجل. الرجل يمكن يتنقل من محافظات بعيده الى محافظات اخرى. نعم. يعني الحوادث المروريه تكون عند الرجال اكثر بكثير من نسبه النساء.